تحياتي للجميع. بهذا الفيديو راح استعرض برنامج للتمارين المنزلية الطبقوها بالمنزل من دون الحاجة إلى قاعة رياضية. حاليا راح نبدأ بالإحماء، كل تمرين دقيقة واحدة مراوحة بالمكان. هاي الطريقة، ترفع ركبتك لحد القصر وتحرك يديك دقيقة واحدة، وبعدها تطول بالمكان. بعدها من وضع تمرين الضغط تدفع وركك لي جوا. هاي الطريقة تسترخي حوالي 20 ثانية، وبعدها هذا الوضع، بعدها لمدة دقيقة. هاي الطريقة بعد ما انتهينا من الحماء راح نسوي التمارين. التمارين 3 جولات، كل جولة مكونة من 4 تمارين، وكل تمرين يركز على منطقة من الجسم. إذا ما تقدرون تسوون السكوات بالطريقة العادية فتستخدم الكرسي. هاي الطريقة جسمك يكون عدل، إيديك أما هنا أو هنا أو هنا، تنزل وتصعد، أهم شيء الظهر يكون مستقيم، الرجلين مو عريضة كلش ولا ضيقة، والركب لا للداخل ولا للخارج، لازم تكون بشكل مستقيم. حاليا راح نسوي بالطريقة العادية. هاي الطريقة تخلي نظرك للأمام. بعد القرفصة مباشرة نروح لتمرين الضغط. تمرين الضغط بطريقة سهلة بهاي الطريقة. ألمانيا التمرين العادي إذا تقدر تسويه فتسويه بهاي الطريقة. أهم شيء العمود الفقري يكون مستقيم، والعكس يكون قريب على جسمك بهاي الطريقة. بعدها مباشرة نروح على تمرين البطن 20 مرة. تستخدمون فقط عضلات البطن. بعد ما ننتهي من تمرين البطن نروح على تمارين الظهر والمؤخرة. ترفع جسمك وتنزل بشكل بطيء. تسعة، عشرة، واحد، ثمانية، تسعة، عشرة، خمسة، ستة، تسعة، عشرين، الجولة الثانية أيضا 4 تمارين. التمرين الأول هو الخطوات للأمام بهذه الطريقة. التمرين الثاني مباشرة بعد ما تنتهي تروح على التمرين الضغط عريض بهذه الطريقة. أيضا ممكن تخلي ركبك مباشرة بعد ما تنتهي تروح على تمرين بلانك. تحسبون للـ20 بشكل بطيء. بعد هذا التمرين مباشرة على الأرض ترفع رجليك اليسرى وديك اليمنى وتنزل وتبدل. واحد، اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة،
أربعة حوالي 20 ثانية تعدل 20 إيديك اليمنى ويا الرجل اليسرى ويا اليمنى. هسه راح نبدا بالجولة الثالثة أيضا مكونة من 4 تمارين. التمرين الأول خطوات جانبية، هاي عدة وحدة، بعدها مباشرة تحتاج منشفة خليها بأي مكان بالباب، بيدة الباب بأي مكان. زين هاي الطريقة تثني الرجلين، الظهر مستقيم، تسحب فقط بالذراع. شوف العكس لازم يكون قريب على الجسم. عشر عدات بعد ما ينتهي نروح على لف الخصر. رجليك مرفوعة، نروح يمنى يسرى، هاي عدة واحدة نعيد 10 مرات. بعد ما ننتهي من هاي التمرين 10 مرات مباشرة نروح على سوبرمان. بالنسبة للرجال بهاي الطريقة للنساء هاي الطريقة، وترفع فقط من الحوض للقدم وتنزل. أو إذا هاي التمرين صعب فممكن بدل هاي التمرين، نفس يستخدم نفس العضلات. رجل اليمنى ويا اليسرى. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة التمرين الأول مد رجليك لقدام. كل تمرين حوالي 20 ثانية إلى دقيقة حسب رغبتك. بعد تبدل الرجل. بعد تلف الخصر. بدل جهة ثانية. شد. اوكي. سحب عضلات الذراع. هاي المنطقة. نسحب هاي المنطقة عضلات الذراع بهاي الطريقة. تسحب الايد. رقبة
بعد ايه بهذا الوضع؟ بعدين واخر تمرين انتهينا من التمارين كلها. لا تسوي التمارين بسرعه، حاول تسوي ببطء لحد ما تضبط التكنيك. ايضا اذا عشر عدات هواي، فممكن تبدي بخمس عدات او حتى بثلاث عدات. المهم انه تستمر. هاي التمارين طبقوها بالبيت ثلاث مرات بالاسبوع، يعني مثلا الاثنين والاربعاء والجمعه. لازم تخلي يوم تطبق تمارين، يوم استراحه. اتمنى تستفادون من هاي التمارين، وشكرا على المشاهده.